أسعد الله مساكم مشاهدينا للمرأة دور كبير في بناء الأسر وبناء المجتمعات وبناء الدول وهناك نساء سطروا أسماءهم في التاريخ بما قدموا للإسلام وبما قدموا لهذه الأمة العربية والإسلامية ومنهم من نتحدث عنها في هذه الفقرة الأولى من حلقة الليلة السيدة زينب عليها السلام وإحنا في ذكرى وفاتها في مثل هذه الليلة حبينا نتكلم عن هذا الموضوع اكثر مع ضيفتنا في هذه الفقره الفقره الاولى من حلقه الليله الاستاذة ايمان شمس الدين الباحثة والكاتبة مساء الله بالخير اهلا وسهلا يعطيك العافية أحمد. الله الله معنا في سلام الكويت اهلا يكويت. وسهلا شكرا خلينا نتكلم بداية عن المرأة وهي تعيش <applause> بين فكي الافراط والتفريط بين الفهم المتشدد للدين وبين التحرر الغربي كيف يمكن معالجة اشكاليات كهذه استاذة في مع تميع شخصية المرأة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم بداية نحن نعرف أننا نعيش اليوم استعمار من شكل آخر نعم. يعني المستعمر حينما كان يأتي إلى المنطقة عسكريا هو اللي كان يخسر أكثر شيء ويعيد نهضة الأفراد أو يعيد نهضة المجتمعات نعم. لذلك وجد أو أوجد طريقة أخرى لغزو مجتمعاتنا وهي الغزو الفكري والثقافي وطبعا حينما تغزو فكريا وثقافيا تحاول أن تفهم المكان اللي أنت تغزوه شو نقاط الضعف اللي هي فيه وين مكان الخلل اللي ممكن أنا أو الثغرات اللي ممكن اخترق هاي المجتمعات فيها لا. طبعا نتيجة الـ يعني الوضع اللي تعيشه المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية فكان الحلقة الأضعف في هاي المجتمعات هي المرأة الوضع الحالي تقصدين الوضع الحالي الوضع او لا في في بدايات الحرب الناعمه او في بدايات الهجمه الثقافيه على دولنا وضع المراه كان وضع ضعيف وكان وضع تحكمه كثير من العادات والتقاليد وكانت ايضا نسبه الجا... نسبه الاميه فيه مرتفعه في خاصه في صفوف النساء يعني هو في العالم نعم. العربي ككل ولكن في صفوف النساء كان دور النساء مهمش يعني بشكل كبير مهمش وايضا حتى المستوى التعليمي للنساء صحيح. مستوى وعي النساء كان ايضا مستوى ضحل يعني كانت هناك محدوديه جدا لحركه المراه وفهم دورها في الحياه نعم فأعتقد اليوم إحنا بعد الانفتاح العالمي أو بعض العولمة وهذا الغزو الثقافي الكبير اللي بدأ يطرح لنا هو الذي يطرح علينا كيف تكون المرأة وعلى أي شكل تكون لذلك المطلوب اليوم طبعا هذا الوضع العولمة فتح علينا إشكاليات كثيرة في المجتمعات تختلف الاشكاليات من مجتمع الى مجتمع، حسب طبيعه المجتمع، قد تكون في مجتمع اشكاليه ولكن في مجتمع اخر ليست اشكاليه، بغض النظر ولكن بشكل عام اصبح لدينا اشكاليات حقيقيه بالنسبه للمراه مثل مواجهتها مثل الاشكاليات دور المض... حقوق المراه وشعارات كثيره رفعت فعلا تدغدغ مشاعر الانسان وتشعر المراه فيها انها شعارات اتت لتطلعها من الوضع وتنشلها من الوضع الغارق وال التسفيه والتهميش اللي هي عايشة فيه نعم. أه ولا نختلف انه هو في تهميش يعني تشخيص الخلل جدا مهم احنا ما بدنا نحط كل شيء انه هو مؤامره وهجمه المؤامره موجوده ولكن ارضيه التامر مهيئه للتامر لانها ضعيفه وهشه ارضيتنا ضعيفه وهشه ومليئه بالعيوب والثغرات نعم. فبالتالي أي علاج لإشكاليات اليوم خاصة فيما يتعلق في المرأة مع بعد العولمة وهذه الشعارات التي رفعت تحرر المرأة حقوق المرأة الفيمينزم أو الأنثوية التي طرحت في العالم العالم الغربي واكتسحت العالم الإسلامي لدرجة اليوم هناك من ينظر إلى وجود فيمينزم إسلامي طبعا هي هاي عناوين كبيرة يحتاج بحد ذاتها كل عنوان يحتاج إلى تفصيل لكن أمام هاي الهجمة أو أمام هاي الإشكاليات الحقيقية اللي بدأ بدأنا نعيشها وبدأت اليوم فتياتنا تعيش حالات خارج الإطار الإسلامي أو المفهوم الإسلامي الصحيح لدور المرأة كيف يمكن أن نعالج هاي الإشكاليات؟ سأطرح مثال بسيط أيضاً لأننا نعيش أيضاً في فترة استشهاد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه الشهيد الصدر كيف واجه المد الشيوعي في العراق؟ تعرفوا المد الشيوعي كان يخرج الناس من الإسلام كان جدا شيء خطير في النجف النجف اللي هي مركز الحوزة اللي فيها العلوم الدينية نعم. بدأ المد الشيوعي يدخل إلى النجف شو اللي عمله الشهيد الصدر هل طلع وقال يحرم الدخول في الحزب الشيوعي ما طلع قال يحرم الدخول في الحزب الشيوعي لانه اصل التحريم انت عم تيجي تتكلم عن ناس مقتنعه بالفكر فكر الشيوعي، مقتنعه بالشعارات، مقتنعه بكل هيدا وراسخه هذه الافكار في رأسهم وماشيين عليها خلص هي تركت الدين، لا. فكيف ستلتفت الى فتوى دينيه تقول لهم حرام الدخول الى الحزب الشيوعي؟ الشهيد الصدر شمر وقرا الفكر الشيوعي وعرف اين ثغراته وعرف وين مكامن الخلل فيه وغاص في هيدا المجال و هد الفكر الشيوعي من من جذوره يعني نقد الفكر الشيوعي نقد تام وناقشوا نقاش عميق لدرجة أنه أنت تستغرب في ذاك العصر كيف يطلع الشهيد الصدر على أفكار إنجلز وماركس ولينين وهدول يعني بهالفترة اللي ما كان فيها مثل ما إحنا فيها أدوات عولمة وأدوات اتصال وأدوات توفر لك المادة بكبسة زر فبالتالي الشهيد الصدر بذل جهد كبير في أن يهد الفكر الشيوعي من جذوره ويقدم البديل الصالح من <applause> الاسلام واستطاع فعلا ان يحصر المد الشيوعي ولكن حصر فكري لم يعني يعني ناقش وعي الانسان اعاد بناء وعي الانسان بشكل سليم يعني واقنع يعني اذا 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 فاحنا بالنسبه إذا يعني نتكلم عن موضوعنا وعن المراه اليوم وهذه الهجمه اللي موجوده شنو تعطينا مثال شلون نقدر نحتاج نرد هذه الهجمة بطريقة؟ نحتاج ان نقدم هادئة. نحتاج ان نقدم كما يعني على منهج الشهيد الصدر ان نقدم بديل صالح يستطيع ان يقنع المرأة ويخرجها من الحالة اللي هي فيها من داخل الجسد الإسلامي يقدم نماذج صالحة من داخل نماذج صارحة ليست أساطير ولكن هي نماذج قابلة للتطبيق نعم. نماذج قابلة للسيول بين المجتمع نماذج تستطيع أن تكون ومقبولة. مقبولة وتشكل نعم. فعلاً مرجعية معرفية لكل النساء بحيث تجذب النساء وتعيد بناء بشكل سليم لكي يمارسوا دورهم الحقيقي نعم. فإحنا نحتاج اليوم عشان نعالج هاي الإشكاليات مش أنه نمنع المنع ما رح يفيد صحيح لانه اليوم اليوم فق... الطفل ما تقدر تمنع ما في ثقافه المنع ما ما راح ممنوعه هي ثقافه اذا ما تفهمه إن... ويقتنع إيه يبقى احنا نحتاج ان فعلا نناقش الافكار بهدوء ونعيد هاي الافكار الى جذورها وننقض هاي الافكار مش بس نقد انا احتاج ان انقضها واقدم بديل اما انقد واقف طب اوكي انا شو بدي ب... شو البديل اللي انا ممكن امرأة يعني أخذه كبديل يبقى البديل يجب أن يكون يقدم نموذج شخصية المرأة في المنظومة الإسلامية دام أن احنا تكلمنا عن النموذج ما دور النموذج في تشكيل وعي المرأة وكيف يمكن استحضار نماذج تاريخية لحاضنتنا العصرية تقدم كمشروع اليوم بديل وقابل للتطبيق بالنسبة للمرأة طبعا نحن نعرف نحن نعلم ان الانسان بطبيعته بطبيعه الانسان ميال الى الحس يعني مصادر المعرفه الحسيه عنده قويه فانت اليوم مثلا على سبيل المثال لاحظ انه الله سبحانه وتعالى ارسل انبياء انبياء بشر ما ارسل شيء ملكي ملائكي ما ارسل ملائكه ارسل بشر البشر هؤلاء انبياء من نفس صنف البشر يمارسون الحياه في وسط الناس ويمارسون المو... الموعظه مثلا اليوم انت لو تقعد على منبر تقعد من هون لبكره تعظ 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 يمكن يتاثر فيك ال... المتلقي والحضور تاثر اني حراري ويروح على البيت بعد يومين ثلاثه ينسى هاي الموعظه صحيح ولا صحيح. لا بينما الله سبحانه وتعالى شو سوى لانه يعلم ان الانسان حسي بطبعه يميل الى المعرفه الحسيه والتصورات الحسيه ارسل انبياء معصومين يمارسوا الحياه البشريه بشكل طبيعي. يعني اليوم لما رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه كان يمارس الايات مش ممارسه مش بس يتلو الايات هو يمارسها ممارسه اجتماعيه. صحيح. بحيث هي تظهر على سلوكه وليس فقط على في كلامه. ايضا حتى القضايا الاخلاقيه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمارسها اجتماعيا. لذلك كانت الناس تقتفي تقتفي اثره. فكان هو يقدم النموذج. التنظيري يعني هو هو ينظر وفي نفس الوقت وعملي نظري وعملي نعم. تطبيقي هون اذا النظري ما كان يعني ما كان ينطبق على العملي ما راح يكون له مصداقيه صحيح. لذلك هو كان النموذج الذي الذي يؤثر في بناء وعي المجتمع نموذج عملي مش بس نظري عملي يعني النظر اللي كان يطرحه كان قابل للتطبيق نعم. فاحنا نحتاج اليوم ان نقدم نماذج هي نماذج ايضا نفس الشيء هي قريبه من معصوميه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل القران القران قدم لنا نماذج نسائيه قال اسيا وزوجه فرعون امراه فرعون وقدم مريم وقدم ايضا النماذج السيئه امراه لوط وامراه نوح نعم. إذن القران قدم لنا نماذج قدم لنا النماذج الجيده والنماذج السيئه نعم. يبقى نهج القران يقدم نماذج لانه يعرف ان طبيعه الانسان طبيعه حسيه بالتالي احنا نحتاج ان نقدم النموذج ليش النموذج شو حياثر في وعي الانسان النموذج سلوك عملي انا اعطيك مثال اليوم لاحظ ويقتدى فيه لاحظ مم. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي شو عم تعمل في بناتنا فاشينستات صحيح مش مودلز ع... مش عارفه هالاسامي ما بعرف يعني فعم بت... بت... تتحول الانسان العادي التي لا تملك محتوى داخلي ولكن ظاهره حولت الجيل حولت الجيل الحالي بأن صنعت له وعي ونموذج هو يقتدي فيه وحددت له معايير الحياة حددت له أولويات والاهتمامات. في الكثير من السلبيات التربوية والأخلاقية. هو هو خلقت نموذج سلبي صحيح يبقى كيف أثرت هاي الفاشنستات وهاي مواقع التواصل أثرت في جيلنا لأنها شيء حسي ملموس سلوكي. يبقى إحنا نحتاج أن نقدم نموذج لأن نموذج شو وظيفته هو يصنع الوعي من أي ناحية، يرسم الأولويات، ويرسم الأهداف، ويرسم الوظيفة والدور ويحدد المسارات. صحيح. إذا اليوم أنا الفاشينيستا هي اللي عم ترسم لي للجيل دور وأولوياته أي جيل بكرة حيكون عندي. جيل مفرغ، جيل يعتمد على المظاهر وعلى الاولويات الهابطة، جيل فارغ فارغ فكريا وثقافيا ومحتوى داخلي ما عنده حتى اخلاقيا. اذا هي اليوم النموذج عم ترسم له القيم، حتى القيم عم ترسم له اياها. فبذلك هذا هو اليوم اللي يفترض فعلا العمل على تقديم نماذج حية نماذج قابلة للتطبيق ترسم وعي الجيل وتسود تسود المجتمع مثل اليوم ما في سيدت لي المجتمع أنا كيف بدي أعالج اليوم هاي ثقافة الفاشينيستا كيف بدي أعالجها هل بدي روحي إلا حرام لا لا تشوفي ما رح أقدر أقول هالخطاب هيدا أصبح مرفوض مع هذا الجيل إذا كيف أنا ممكن وصل رسالة نفس منهج الشهيد الصدر بان اقدم البديل الصالح اللي تشعر الفتاه من نفسها لانه اليوم الفتاه تعيش ازمه ازمه دور احنا الانسان مجبول على انه يكون له دور مفطور على انه يكون له دور في هالحياه طيب هاي الفتاه ما عم تشعر لها دور هيدي عم تملي الوقت اللي هي فيه عشان يكون لها دور انا اليوم كيف ممكن وظف هاي الطاقات اللي عندي بان اخلق لها النموذج الذي يوظف طاقاتها بشكل سليم يحدد لها أهدافها يرسم لها أولوياتها يشكل لها منظومة القيم والمعايير إذا أستطيع اليوم أن أستحضر النماذج التاريخية اللي هي نماذج ذات يعني مثل عليا أو مثال أعلى مش منخفض مثال أعلى بحيث أنه يمثل السقف الأعلى في القيم والمعايير والسلوك والتنظير في كل شيء يعني هو نموذج أشبه إلى النموذج الكامل ولكن مش خليه أسطورة صعبة المنال <applause> يعني لا أقدمه كشيء صعب المنال مجرد هو مثل ما قدموا السيدة مريم المسيحيين إخوانا المسيحيين قدموا السيدة مريم أنه مجرد هي شيء نتبرك فيه بس يعني بتلاقي السيدة مريم لابس الحجاب الكامل ولكن يعني النساء المسيحيات أغلبهم مثلا لا مش بي لا يتمثلون السيدة مريم لأنه حولوها إلى أسطورة إذا 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 نأخذ نموذج واحنا نتكلم اليوم عن ذكرى وفاة السيدة زينب, زينب, عليه السلام شو نقرأ شخصية السيدة زينب قراءة عالمية ولجميع الطوائف الإسلامية طبعا قبل قبل أش... ما ادخل طبعًا. كيف بس خلينا احنا تعال نشوف السيده زينب عليه السلام احنا اليوم نقيم وفيات السيده زينب كم مثلا كم يوجد كم مركز يقيم وفي كم يقيم يعني ذكرى وفاه السيده زينب وكيف يقيمها وجهود مشكوره طبعا ولكن هل فعلا السيدة زينب اليوم تمثل نموذج سائد في مجتمعاتنا مجتمعات البنات والنساء نموذج في مجتمعات الجيل الحالي هل تمثل نموذج سائد وإذا تمثل سيادة في أي ناحية تمثل سيادة كيف قرأنا شخصية السيدة زينب اسمح لي اليوم أن أكون شوي جريئة أو صريحة في أننا حصرنا شخصية السيدة زينب أول شيء حصار مذهبي مذهبناها ثم داخل المذهب أطرناها في عملية فقط أن تقتدي بناتنا بناتنا بها كعباءة وكستر. والسيدة زينب أن تحصرها في هذا الإطار فقط وهو إطار بديهي بالنسبة لشخصية السيدة زينب، يعني إذا كانت السيدة زينب لا تمثل نموذج العفاف والحياء والستر من سيمثله؟ بالتالي ولكن نحن ذهبنا وحصرنا هاي شخصية السيدة زينب في هذا الإطار المحدود فقط. ونسينا باقي وظيفة السيدة زينب لو عكسنا الموضوع أن السيدة زينب عليها السلام بهذا الإطار الستر والعباءة وهذه العفة والعفاف كيف مارست وظيفتها في المجتمع وكيف أدت أدوارها أنه هل, 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 هل اليوم الستر والعفاف هو معناته الانعزال أو الابتعاد عن وظيفة المرأة في المجتمع أو في الأسرة أو في كل مناحي الحياة؟ أكيد لا اذا السيده خلينا نعكس الرؤيه ان السيده زينب بعفتها وعفافها كيف مارست دورة السيادي في المجتمع وهل السيده زينب اليوم هي تشكل نموذج عملي سهل التطبيق بالنسبه للجيل نعم. ام هي مجرد اسطوره اسطوره يعني صعبه المنال مجرد اسطوره تاريخيه نذكرها ونبكي عليها ونبكي على الم... ما ما حدث عليها نفس المفترض تكون قدوه اذا كيف نحول السيده زينب عليها السلام الى شيء يسو... مش شيء الى نموذج يقود فتياتنا عملي هي نموذج على المستوى النظري وقابل للتطبيق لأنه النموذج إذا بس كان نظري ما رح يكون نموذج لازم يكون مثل شخصية رسول الله تنظر ويطبق ما ينظره طيب سيدة زينب عليه السلام عشان نقرأ تاريخيا إحنا نحتاج أن نعود لزمان السيدة زينب عليه السلام بيئتها التي نشأت فيها ظروف الزمان والمكان التي عاشت فيها الأحداث التاريخية التي عاشتها وكيف مارست دورة ضمن هاي الأحداث عشان نستخلص منهج منهج السيدة زينب على مستواها الأسري على مستواها الفردي كيف أدت وظيفتها شو الوظائف اللي أدتها في ذاك الزمان شو الظروف الزمانية وشو ظروف المجتمع السياسية الاقتصادية اللي كانت محيطة فيها وكيف تعاملت السيدة زينب مع هذه, مع هذه الظروف لكي نفهم من ذلك شخصية السيدة زينب والمنهج الذي قامت به السيدة زينب ومن ثم نستخلص المنهج ونعيد صياغة هذا المنهج وفق وضعنا يعني وفق عصرنا ونقدمه لفتياتنا كنموذج قابل للتطبيق مو صعب السيدة زينب مو صعب أن تكون نموذج قابل للتطبيق حتى ما نقول أن والله السيدة زينب يعني كانت عايشة قبل 1400 سنة فاليوم ما نقدر نطبق لا بالعكس طب القران القران مش صالح اليوم. لكل زمان ومكان صحيح. صحيح. قدم لنا نموذج السيده مريم السيده صحيح. مريم يعني انا وفق انا وفق فهمي لحراك السيده مريم السيده مريم واجهت المؤسسه الدينيه التي انحرفت نعم ويعني هاي مواجهه مو سهله نعم. طيب السيده اسيا بنت مزاحم واجهت فرعون فرعون شو يمثل نظام السياسي اللي كان موجود نعم فواجهت النظام السياسي وعارضت الوجه النظام السياسي. إذا القرآن قدم لنا نماذج لكي مش بس مجرد نماذج عشان احنا نقرأ فقط، هي نماذج الله سبحانه وتعالى راح يحجنا فيها كنساء يوم القيامة. طيب السيدة زينب أيضا والسيدة زهرة عليه السلام، نماذج قدمت تاريخ وقدمت هي ما قدمته لتشكل علينا حجة، نعم. حجة كيف؟ إنه في ظروفنا احنا هلا اللي موجودة، كيف نمارس دورنا؟ على مستوانا الأسري، على مستوانا الاجتماعي على مستوانا الفردي استاذ ايمان علشان الدقائق الاخيره اللي بقت معانا ودي اخذ معاك كيفيه ان نربط المراه بالنموذج وهل هناك وسيط يشكل حلقه الوصل بينهم الوسيط يسمى المثال المثال بمعنى انه النموذج مثل السيده زينب نموذج شبه او معصوم يعني هي تعتبر معصومه اسمه صغرى فعبر التاريخ اذا السيده زينب عليه السلام تحولت الى نموذج تطبيقي تطلع نساء يعني تعتد بشخصيه السيده زينب كنموذج تطبيقي وتمارس نموذج السيده زينب في الظروف التي تجتمع شبيهه بظروف السيده زينب. نعم تجدها تتحرك على اساس رؤيتها للسيده زينب ومثال حاضر انا قلت الشهيده الصدر رضوان الله تعالى عليه اتكلم عن بنت الهدى الشهيده امنه الصدر هي شكلت مثال لنموذج السيده زينب. واقعا إذا احنا نرى حركة الشهيدة بنت الهدى رضوان الله تعالى عليها واللي هي تعتبر أيضا مظلومة لأنها مغيبة أيضا كمثال يربط الناس بنموذج السيدة زينب، الظروف التاريخية اللي اجتمعت للسيده الشهيدة بنت الهدى هي استمدت من السيدة زينب النموذج وطبقته كمثال عملي، كيف؟ نفس الظروف اجتمعت بأن واجهت سلطان جائر وأنها خرجت وخرجت بكامل عفتة وعفافها وأنها حركت العلماء حركت الشهيدة بنت الهدى حركت علماء كما حركت السيدة زينب في طريقة علماء وفقهاء وأصحاب ومنهم أصحاب الرسول كانوا ما زالوا عايشين بل هي كما أيضاً هي تصدت بوجود المعصوم السيدة زينب عليه السلام لأنه المعصوم كان في حالة مرضية لا تسمح له التصدي ولظروف إلهية يعني مش... محور حديثنا الآن فأيضا سيدة زينب تقدمت بوجود المعصوم مقادة مسيرة إكمال مسيرة ثورة أبو عبد الله الحسين المثال هو هو المثال الذي يربط الناس بالنموذج يعني مثلا السيدة زينب هي هي نموذج وفي نفس الوقت هي مثال كيف هي نموذج ولكنها المثال الذي ربطت الناس بالسيدة الزهراء عليها السلام ثم تحولت هي إلى نموذج أيضا وهناك مثال يربط الناس بهذا النموذج وهي على مر التاريخ كثير من الامثله ولكن احنا لانه نعيش فتره شهاده الشهيد الصدر والشهيده بنت الهدى هي المثال بنت الهدى ايضا فهمه للسيده زينب حينما مرت فيها نفس الظروف يعني الظروف التاريخيه شخصت استطاعت ان تشخص لفهمها العميق لحراك السيده زينب ولفهمها لمنهج السيده زينب استطاعت ان تشخص ان اليوم وظيفتها هي تطبيق هذا النموذج عملانيا على الارض الشهيدة بنت الهدى أيضا كانت كما مارست السيدة زينب يعني دورة الاجتماعي في التبليغ وفي التوعية وفي توعية الناس ولما نحتاج الدور السياسي أن تكون موجودة أيضا مارست الدور السياسي شهيدة بنت الهدى أيضا كان حراك حراك توعوي جدا كبير في المجتمع العراقي في مجتمع شبيه بمجتمع السيده زينب، مجتمع يعني يغلب عليه العادات والتقاليد، تعرفوا بيئه النجف، تغلب عليه الذكوريه نوعا ما، لذلك كانت تتحرك الشهيده بنت الهدى في وسط جدا صعب مش سهل ومع ذلك تتحرك بضخ زخم معنوي كبير لنشر الرساله الاسلاميه. بفهم واعي ومتحضر اكثر في بنات جيلة اللي كانوا ايضا غارقين في المظاهر وفي العادات وفي التقاليد واستطاعت فعلا ان تخطو فيهم خطوات كثير متقدمه بنت الهدى ستا مارست وعي كبير ولما يعني... صارت الظروف السياسيه مواتيه لنهضتها ايضا أه. تصدت في الظروف السياسيه وواجهت طاغيه شبيه بيزيد امثله جميله جدا نتكلم عنها يعني ويمكن اليوم مهما قالوا البنات ان ما يقدرون يقتدون ببعض الامثله وكانها اساطير فقط من غير ما يستطيعون ياخذون منهم هذا العفاف والستر والعلم وكثير من الاشياء شنو ممكن تقولين في كلمه اخيره كنصيحه لبنات اليوم، شو ممكن تنصحي؟ طبعا أنا مش في مقام النصح، أنا أنا بالعكس يعني أشعر بالرحمة على بنات اليوم لأنه واقعا أنا أشعر بالتقصير اتجاههم، يعني إحنا فعلا خاصة المتصديات أو على نقول الإسلاميين مثلا بشكل عام، في تقصير كبير اتجاه هذا الجيل الحالي، التقصير لأنه إلى الآن لم نقدم مشروع بديل واقعا، يعني إلى الآن نحن نسعى مش انه ما في في ولكن الى الان نسعى او نحب في تقديم مشروع بديل الى الان نحن نناقش جزئيات بالنسبه للمراه يعني صار اصبح من المعيب النقاش فيها في ظل هيدا التطور خاصة إذا إحنا رحنا للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم إيران تقدم نموذج للمرأة كبير كتير يعني هو قائم على أسس إسلامية فيفترض أنه إحنا نستطيع لا أقل أن فعلا نحاول أن نقدم نموذج أو مشروع بديل لبديل الفاشينيستات يعني احنا بدنا اليوم نقدم شيء بديل طيب اوكي اذا انا بدي الا لا تتبعي هالفاشنستا شو البديل اللي بدي اقدم له اياه نحتاج اليوم زخم كثير من قبل الإسلاميين لتقديم مشروع لشخصية المرأة يستطيع فعلاً أن يحل بديل ويقدم نموذج يرسم وعي الجيل يغير من خياراتهم يغير من من أدوارهم يغير من أولوياتهم ويرسم لهم مجموعة قيم جميلة حتى يقدروا فعلاً ينتشروا في المجتمع بشكل راقي بعيد عن كل هالإسفاف اللي قاعد يسف في عقل الناس وعقل الجيل الحالي أستاذ إيمان شمس الدين الباحثة والكاتبة نشكره جداً شكرا على لكم. تواجدت معنا اليوم في هذه الفقرة على أمل إن شاء الله أن يجمعنا فقرات بين إن شاء الله, الله في شكرا, لك. كل شكرا لك شكرا لك مشاهدينا انتهت هذه الفقرة عندنا الفقرة الثانية ولكن فقرة طبية نشوفكم بعد الفاصل